مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين مش لحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي، مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يا ولا في الزهوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيشي تعيش يا مرات خالي، ما تركيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه، بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي، احنا ناقصين. ايه ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خال، من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه. سنيه؟ ايوه بتاعها بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيامتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، نطول على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا، هتبوق لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. ما تشد حيلك ومال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عايز تشيل ايه يا امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان يان شيل. ايه يا ولد خمة فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين.
وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. كريست يا خالي كريست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. طب دقفة نيتك وانت زي البغل كده. طب حش وسطك. بقول لك ايه احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكم شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزوا هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام علي ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تقرف يا اخي. ما تخليش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات الشاي دي. حاضر. خد زهقتنا يا شيخ. ايه؟ هو لحق يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. ايه
جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال جبت شاي ام حسن. جبته فين؟ جبته اهو اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن؟ الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب في الزوم اتخمد. انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام.